مشكلة غيث مروان وأسامة مروة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. نبدأ بهذا الفيديو مع لانا ولينا محمد اللي كشفوا اليوم عن إطلالتهم، وصرحت لانا إنه أخوها مصطفى عملها مفاجأة بكرة، والمفاجأة راح تكون في الهليكوبتر. فجأة في حدا بيرن له، مين ما بعرف هالشخص، أنا أول مرة بحياتي بسمع باسمه. فجأة مصطفى بيقعد ألو بكرة هليكوبتر أنت ولانا؟ فأنا شو دخلني؟ أي هليكوبتر؟ أنا شو دخلني؟ ليش اسمي ذكر؟ فبتمنى تحكي لنا التفاصيل كلها هون لو سمحت. لا سمحت. لو سمحت. بليز والله حياة الله ما بعرف شيء، وقسماً بالله فجأة مصطفى قال لك أنا ولانا هليكوبتر. خليه فعلت بكرة سناب. أوكي جهزوا حالكم. بس أنا بكرة في غدا. نمر إلى أسامة مروة اللي نشر ستوري كشف مي خلاله إنه غيث مروان أخذ له ساعته، وطلب من كل الجمهور يروحوا لعند غيث ويحكوا له رجع له ساعته. القصة وما فيها رايحين نلعب كارتينج. أوكي. يقول لي غيث خلي ساعتك معي. عشان ما تتوسخ، عشان ما تخرب، يصير لها شيء توقع تنكسر. وانا الصديق الصدوق الواثق باصدقائه، تفضل يا غيث، شلحتها من ايدي، تفضل خبي لي اياها معك. هذاك يوم وهذا يوم، شوفوا راي على مقابلة مهمة هلا، ايدي فاضية. بالله عليكم روح عند غيث في الحساب، اكتبوا له رجع الساعة لأسامة، تمام؟ بليز لو سمحتوا راح احط حسابه مرة